أروح لدكتور محمد وأسأل حضرتك عن القيمة الاقتصادية والعائد الاقتصادي المرجو من مثل هكذا مشروعات، واحنا بنتكلم النهاردة عن مشروعات خاصة بالطاقة ومشروعات خاصة بالصناعات الطبية. طيب، هو مصر زي ما حضرتك عارفة عندها مشاريع قومية متعددة، يعني أهمها على الإطلاق هو مشروع التحول لمحور إقليمي لتداول الطاقة. ده المنظومة اللي جاي فيها موضوع الطاقة. ثانيا، احنا عندنا مشروع واسع جدا للإحلال المحلي للواردات، وبالتالي الموضوعين النهاردة بيشتغلوا مع بعض. حضرتك عارفة ان احنا عندنا عجز في الميزان التجاري بتاعنا، احنا بنستورد بحوالي يعني 70 مليار فيما فوق، وبنصدر بحوالي 44 مليار فيما فوق في المتوسط، يعني في متوسط السنين. مصر بتحاول تعمل إحلال محلي للواردات، بنحاول نصنع اللي ممكن يعني نصنعه في مصر بحيث ان احنا نقلل الضغوط على العمله الصعبه زي ما حضرتك يعني الرئيس اتكلم النهارده. وبالتالي المنظومتين بيتكاملوا مع بعض. احنا عاوزين نكمل انتاج طاقه متجدده، يعني عدد من الطاقات المختلفه، يعني من بينها الطاقه المتجدده، بحيث ان احنا يبقى عندنا سواء فائض في القدره او فائض في انتاج الطاقه، بحيث ان هو يعني نخرجه للخارج بحيث ان هو يضخ عوائد الى الداخل المصري، وفي نفس الوقت نعمل احلال محل الواردات بحيث ان احنا يعني نقلل تسرب الدولار للخارج. الموضوعين بيتكاملوا مع بعض بالشكل اللي بقول لحضرتك عليه دوت، علشان كده يعني موضوعي الطاقه والصناعه بيخدموا على بعض بشكل واسع. الموضوعين بيتكاملوا طول الوقت، واذا يعني حصل عندنا اختلال في احدهم بيحصل اختلال في التاني فورا، لانه حتى توليد الطاقه في الفترات اللي جايه بيحتاج صناعه، بيحتاج قطاع صناعي كويس جدا، لانه احنا داخلين على ما يطلق عليه الاقتصاد البرتقالي، وده بيعتمد على توليد الطاقه من الصناعه نفسها، سواء بقى صناعه السولار بانلز او صناعه يعني اللي هي الواح الطاقه الشمسيه او حتى من الرياح او حتى من باطن الارض بانواع المختلفه يعني. وبالتالي احنا بنصنع علشان نطلع طاقه، وبنطلع طاقه عشان نصنع. تكامل في دايره مغلقه، اذا عندنا خلل في احدهم هيبقى عندنا خلل في التاني، واذا عندنا انتظام في الاول هيبقى عندنا انتظام في التاني. صحيح. اذا الطاقه والصناعه رفيدي يعني مهمين جدا للاستراتيجيه الوطنيه للصناعه المصريه.